جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. معقولة توينكل هربت مع هذا الشاب يوفيناش؟ يوشا، أمي أنت شو عم تحكي؟ ست يوشا، شو هالحكي تبعك هاد؟ إيه لا تستغربي، ما بعرف يمكن يكون كل الكلام اللي حكته أنيتا عن بنتك يكون كله صح. إيه؟ قالت إنه توينكل كانت تحب يوفيناج ابنها قبل ما توافق تتزوج ابني كونج. شايف بعينك؟ أنا من قبل الزواج عم قلك إني ما حبيت هاي البنت أبداً، ودائماً كنت حس إنه في شي مو طبيعي، بس أنت كنت كتير حاببها وطاير عقلك فيها لهي البنت. يوشا خلص، لا كان جاي عم تسكتني. اطلع على وشك كيف خجلانة لأنه ما فيه ترد علي. ست ليلى، أنت يلي بتضلي عم تدافعي عن بنتك توينكل طول الوقت، ليش واقفة عم تسمعي حكي؟ كنتك حبيبة قلبك كانت على صداقة مع هذا يوفيناج قبل زواجها، مشان هيك الغبي حاول إنه يقتل ابني كونج مشان يتزوج حبيبته السابقة. من أيمتى بتعرفي كل هالحكي؟ إيه؟ وليش ما عرفتي حضرتك إنه لازم تخبرينا بهالموضوع؟ استني شوي، استني شوي، هلأ حتى عرفت ليش كنتي زعلانة من بنتك توينكل كل هالقد ومقاطعتيها طول الفترة الماضية، لأنك عرفتي بكل هاي القصة، صح؟ توينكل بنتك اللي ربيتيها بكل هالمحبة والدلال هاد خبيت عنك مثل هيك موضوع بخص حياتها؟ هالخطة اللي عملتها البنت وأمها طلعت كتير ذكية. ليش ساكتة ليلى؟ يلا أحكي، ليش كذبتي علي مع أنك أمه لازم تحسي فيني؟ وكيف قدرتي تساوي هيك مع كونج؟ كيف إجا من قلبك تضحكي عليه بهالطريقة وتخبي عنه حتى ما يعرف شي عن صداقتها بيوفيناج؟ قوليلي كيف؟ ما حدا خبى عني أي شيء أبداً. أنا بعرف بقصة يوفيناج وتوينكل من قبل الزواج أمي. توينكل بحياتها ما خبت عني أي شيء ماما.